اللي انا عايز اقوله وده اللي انا شفته في المؤتمرين، سواء الكابتن محمود الخطيب في ندوته في مدينة نصر اللي هي كانت السادسة مساء، الراجل اعتذر الكابتن محمود الخطيب عن ندوته علشان اللي حصل والمجموعة او الاستشهاد اللي حصل ل305 من المصريين اللي بيحبوا اكيد وطنهم. فالكابتن واجب وطني، شاف من واجبه الوطني اللي هو يلغي الندوة بتاعته، دي حاجة محترمة جدا. وكان عنده برضو متسع من الوقت اللي فيه حصل الكلام ده كله، لكن في الاول وفي الاخر الكابتن محمود الخطيب قيمة ويعلم اخلاقيات النادي الاهلي تماما، والراجل الكابتن محمود الخطيب لغى الندوه بتاعته. طيب ندوه المهندس محمود طاهر، وهنا الكل لازم يسمع اللي انا هقوله عشان تعرفوا الحقيقه فين، عشان تعرفوا كميه الكذب والافتراء وتكسير العظام، وده اللي انا هقوله. الندوه كانت الساعه 2 بالمناسبه، الجبهتين او القائمتين اللي موجودين داخل النادي الاهلي كانوا بيصلوا داخل النادي الاهلي مع بعض. وبعد الصلاة أنا بحكي لكم التسلسل وهتشوفوا بالصورة وكل حاجة عشان تعرفوا تزييف الحقائق وانعدام الضمير. أنا مش فاهم، ناس تقول لك في الحج، وأنتوا كنتوا في زرزارة ولا في الحج؟ بجد والله أنا أفهم اللي في الحج ده، ما يكون المؤمن كاذبا يا رسول الله؟ قال لا، المؤمن ما ينفعش المسلم يبقى بيكذب، لكن الناس تكلمنا في حج وبجد كأنهم في زرزارة، ده اللي أنا شايفه. وهي دي الحقيقه. وزرزاره دي مسلسل الممثل القدير الاستاذ محمد صبحي لما اخذ الناس الصحراء، واكيد كلكم عارفين المسلسل. فاحنا عايشين في مسلسل، بس مسلسل معلومات مغلوطه وكذب وكل حاجه. طيب عايز اقول ايه؟ عايز اقول اللي على الساعه 1:30 ما حدش كان يعرف حاجه، والناس كلها جوه النادي، ولا كان في دي جي ولا كان في طبل زي ما بيتقال، ولا كان في اي حاجه غير اللي فيه انصار، لان قبلها بيوم الكابتن محمود الخطيب كان موجود في ندوته في النادي الاهلي استقبال ولا اروع، حشد محترم، وده طبيعي جدا في الانتخابات، كل واحد عايز يقنع الجمعيه العموميه. المهندس محمود طاهر تاني يوم نفس الموضوع، انصاره هيبقوا موجودين لان دي انتخابات وده طبيعي، والعدد كبير، وكان في شاشات عرض موجوده وهي دي اللي كانت شغاله. مش يجي يقول لك تدخل مش عارف ايه تلاقي دي جي. دي جي ايه؟ ايه كميه الكذب المفروض كمان الناس تصدقه؟ وبعد كده نعمل ربط اللي مفيش احساس بالوطنيه، مفيش سنس. يعني ايه مفيش سنس؟ لكن الراجل بيعمل ندوه جايب شاشه بره في الجنينه موجوده، وده اللي حصل، وبيحترم جماعته لما عايز يوصل لها صوته وعايز يقنعها. تمام؟ فتقال اللي الطبل والزمر والنادي الاهلي مش كده ولا عمره هيكون كده، وضرب ضرب ضرب. تعالوا حضراتكم عشان تعرفوا اللي فيه فيديو موجود ياكد اللي كل ده كان مفاجاه. وهنا بقول للمؤسسات كمان، احنا ايد واحده، والاعلام دوت واحنا بنبني مصر، الاعلام ده بيضرب من بيننا كلنا، الاعلام ده يضر عمره ما يفيد، الاعلام ده بيدور على مصالحه فقط، والاعلام دوت بيهدم وعمره ما يبني، وللاسف في البعض بيسمع له ويصدق. تعالوا نشوف عشان تتاكدوا كلامنا صح ولا غلط بالصوت والصوره. اتفضل. كتير قوي وحصل لغط كتير قوي في موضوع قبول التعيين من عدم قبول التعيين. معلش طيب انا هستاذنكم، انه حصل حادث ارهابي في العريش، ربنا ينجي مصر ويحميها، فهنقع في ايه احداد على ضحايا حادث العريش. يعني الحقيقه الواحد مش عارف يقول ايه، كل ما البلد بتحاول تطلع لقدام، كل ما البلد بتحاول تاخد خطوه للامام، يطلع ناس كارهين لهذا البلد رغم مصريتهم ورغم ان فيهم مصريين، انما كارهين لهذا البلد ومش عارفين قد ايه حجم الخساره اللي بيعملوها
لبلدنا بالتصرفات اللي هم بيتصرفوها دي وبالاسلوب اللي هم بيعملوه والتخطيط اللي هم بيخططوا فيه عشان يخلصوا على البلد. احنا دورنا من هنا من جوه النادي الاهلي ان احنا ندي مثال ان احنا مفيش حاجه هتوقفنا، زي ما البلد مش هتوقف النادي الاهلي مش هيوقف. ادي ايه راي حضراتكم؟ ده الخبر جه والندوه شغاله مش والطبل والزمر زي ما الاعلام الفاسد بيقول. ايه رايك سامعين طبل وزمر؟